كان لامرأة حامل 11 بنت، هددها زوجها بالطلاق وأن يتبرأ من بناته إذا أنجبت بنتا. خافت الأم من الطلاق وتشتت العائلة، وأخذت تدعو ربها بأن تنجب ولدا. ذهبت ذات يوم إلى المستشفى لإجراء إحدى الفحوصات، وهنا كانت المفاجأة، الأم حامل ببنت. ماذا تفعل؟ هل تستسلم للطلاق أم ماذا؟ أخبرت صديقتها المقربة بذلك فقالت: ليس باليد حيلة، استسلمي للأمر الواقع. مع دخول الأم لشهرها 9 ومع قرب الولادة، سافر زوجها فجأة للعمل. ذهبت الأم للولادة فأخبرت طبيبها بأنها سوف تتطلق إذا أنجبت بنتا. فقال الطبيب: سوف نخبر زوجك بأنك أنجبت ولدا ومات، أما طفلتك سوف ندفنها حية. حزنت الأم على هذا القرار، ولكن ماذا عساها أن تفعل حيال زوجها؟ ولدت الأم وذهبت هي وصديقتها لدفنها، وعينا الأم تذرف دما ليس دمعا، فهذه ابنتها. رجع زوجها وحزن على ابنه الذي مات، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد مرور أسبوع أصبحت الأم تحلم يوميا بطفلتها المدفونة، وهي تنادي: ماما أنا جائعة، تعالي ارضعيني. ذهبت الأم إلى الشيخ فأخبرته بالقصة كاملة، فرد عليها: اذهبي إلى طفلك.